سألت واحد أمريكي قلت ليش أسلم؟ تصوروا معي سبب إسلامه الطعام. قلت له شلون؟ قال كان لي صديق يقول كل مرة أجيه البيت إذا جيت عند الباب طقيت الباب فتح الباب، إذا أنا وقفت وسولف معي سولف معي وهو عند الباب، إذا أنا دخلت ما يقول لي لا تدخل أدخل، إذا جيت دخلت البيت ما هو يروح يفتح الثلاجة يشرب ماي وعصير ويأكل وأنا جالس، ولا يقول لي تفضل ولا يقول لي هاك، إذا أنا قمت وأخذت ما يقول لي لا. هذه حياتنا. يقول وأنا نفس الشيء إذا جالي نفس الطريقة. يقول يوم من الأيام جيت البيت طقيت عليه الباب فتح الباب، قال وأنا عمري ذاك الوقت 19 سنة وهو عمره 19 سنة مع بعض. يقول حنا قال أول ما فتح الباب قال لي تفضل ادخل. يقول أنا انصدمت، شو اللي تغير في حياته هذا الرجل؟ قال لما جيت قال تفضل اجلس، هذه كلمات ما عمري سمعتها. يقول جلست قال شو انت بتشرب؟ لا المسألة فيها إن وأن. قلت شو اللي صاير؟ قال أنا صرت مسلم، هذا ديننا يأمرنا أن نكرم من يزورنا. يقول أنا قلت للدين الهمجي اللي يتصورها الإعلام لنا يأمرك بهذا؟ قال نعم. قال ويقول لنا ماذا تريد تشرب؟ ها؟ يقول هذا، فأنا أسلمت. قلت يعني أنا إذا جيتك البيت تقول لي ماذا تشرب؟ قال لي، قلت لا غلط. انصدم. قال ليش غلط؟ قلت نفرض أني أنا أبي شيء معين أنت ما عندك، شو تجيب لي؟ الإسلام ما يكلف، فأنت اللي عندك جيبه، لا تقول شنو تشرب. واللي عندك قدمه، لا تقول شنو تبي. يسر. يسر، دين يسر، ما في كلفة. لأن لو أنك خليته يطلب يمكن يطلب شيء ما عندك تدخل في المشقة.